يعني نتتبع العمليه ديال الانقاذ ديال الطفل ريان منذ يعني هاد اليومين اللي فاتت وبشكل يعني حضوري، والبارح يعني ليله كامله وحنا متواجدين هنا. طبعا ملي سمعت بالخبر وانا في اتصال مباشر مع السيد القائد وكذلك مع السيد العامل لمحاوله ايجاد شي طريقه كيفاش اننا ناخذوا هذا الطفل هذا، وفعلا استجابت السلطه الاقليميه برئاسه السيد العامل وهو حاضر بشكل شخصي هنايا، والعمليه يعني تتم وفق برنامج تقني محدد بحضور طبوغرافيين وكذلك مجموعه الالياس ديال مجموعه الجماعات التعاون وكذلك القطاع الخاص. العملية ديال الحفر تتم بواحد الشكل بطيء نظرا لو هذا الشيء راه مقصود، لان ما يمكنش نغمروا باش ما ينهارش الجب، وبالتالي يكون هذا المجهود هذا اللي تعمل يمشي هباء منثورا. فبالتالي كاين الطفل ريان يعني القوات الوقايه المدنيه من هذا المنبر كذلك كنشكرهم، القوات المدنيه كيمدوا الطفل ريان في القعر ديال الجب بالاكسجين، وهنا كاميرا يعني اللي لازال يعني كاين امل اننا نخرجوا الطفل ريان. بالضبط كاين يعني كاين بعض الحا كيحرك يدو كيحرك عينيه، وكاين كذلك حتى المصالح الصحيه ديال وزاره الصحه، كاين الطبيب ديال الانعاش يعني متواجد سير بلاس، فهو كياكد على ان كاين امل ان شاء الله، وامل طبعا في الله سبحانه وتعالى اللي كينقذ ريان. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.